كابتن انصفك بقى، والرهان اللي ما بينك وما بين كابتن رضا في رحيل باتريس كارتيرون واللي انت كسبته هيطلع على الشاشه دلوقتي. تخليك معانا يلا. بس اقول لك على حاجه بالامانه، هم المدربين النهارده الاثنين قفتوا، خلي بالك الاثنين قفتوا. كارتيرون قفت ازاي وكسبان ثلاثه؟ لا كارتيرون ما عندوش حاجه يخسرها، لا تصوات اصوات، كارتيرون ما عندوش حاجه يخسرها، يهاجم يدافع. كان ولو خسر النهارده، خلي بالك النهارده لو خسر بكره اول مسمار في مشي يا عم امشي بقى كده، بقى مش امشي خالص. الفرق 20، بص الفرق 20 نقطه. طالما كسب فيه بقى، طالما كسب الاهلي يلا يكسب. كابتن مجدي انت بتكسب على طول، ها؟ رضا يا رضا، انا كسب رضا في المهارات وكسبه في الكارتيرون وكسبه في كل حاجه. كابتن مجدي انا بشكرك وجودك معانا، نستمتع بيك كابتن مجدي عبد الغني.